الله يعطيكم العافية. أعرفكم بحالي، أنا كريم بني حمد، طالب سنة ثاني، دكتور صيدلة. زي ما بتعرفوا أنا بشرح مادة الكالكولوس 102A، وعملت لكم محاضرتين طبعا بالبارت هاد نفسه، بس شفت إنه في طلاب ما حضروا وكثير طالبين مني البارت وعندكم مشاكل فيه، فعشان هيك سجلت لكم الفيديو هاد، المحاضرة هاي، حتى إنه نخلص البارت هاد وتطلعوا منه وخلص، يعني يكون اموركم تمام فيه. طبعا عند ما وصل الدكتور اخر اشي، يعني اللي هو لما خلص هو بكون خلص البارت الاول اللي انا نزلته. تمام هيك، تمام. خلينا نبلش ونحكي. بسم الله. طيب قبل ما نبلش بدي احكي شوي عن المادة. المادة بتحكي عن أول إشي، بدايتها بتكون تعريف بالأعداد، عن إيش بتحكي الأعداد، أنواع الأعداد، هذا العدد إيش. بعدين راح نفوت نحكي، نصير نحكي عن الفترات، نوصف الفترة، متى نحط الفترة مغلقة، متى نحط الفترة مفتوحة. بعدين راح نتعلم كيف ندمج الفترات، فترتين ندمجهم مع بعض حتى تطلع معنا فترة ثالثة بتعبر عن الفترتين. ممكن يكون بين الفترتين اللي احنا بدنا نعبرهم، ممكن يكون بيناتهم تقاطع، وممكن يكون بيناتهم ايش؟ اتحاد. وعشان هسه نتعلم شو يعني تقاطع وشو يعني اتحاد، راح نمشي شوي لقدام بعدين نتعلم كيف نحل المتباينات الخطية على خط الاعداد، وكيف نعبر عنها بالفترة لما نطلعها على خط الاعداد. تمام لهون؟ تمام. كمان عنا شغلة، راح نحكي كمان برضه عن الاقترانات بشكل عام. راح نيجي لانواع الاقترانات، كل اقتران راح نطلع له الدومين، المجال، الرينج، المدى، ونعرف كيف نرسمه. تمام لهون؟ تمام. وبرضو عنا كمان شغله اللي هي برضو حل المتباينات، بس الطريقه ايش؟ على المقطع السيني جرافيكلي، على المقطع السيني والمقطع الصادي، ونتعلم كيف نرسمهم. وممكن انه يكون معنا متباينتين مع بعض ندمجهم ببعض على خط الاعداد ونطلع المساحة، ممكن المساحة المشتركة إذا كان بده اتحاد، إذا كان بده تقاطع، أو المساحة المشتركة والغير مشتركة إذا كان بده اتحاد. تمام لهون؟ تمام. أول صفحة راح يكون فيها حكي، ما راح نكتب كتابة، هي بس أول صفحة للتعريف يعني بالمادة، مقدمة على المادة. الأول إشي عندنا Real Number System، نظام الأعداد الحقيقية. هسا هو ما راح يجيب لك الواحد عدد حقيقي ولا صحيح ولا كذا، لا ما راح يجيب لك زي هيك، هذا بس إلك عشان تتعلم. تمام؟ تمام. أول إشي عندنا الناتشورال نمبر، الأعداد الطبيعية. الأعداد الطبيعية هي الأعداد الموجبة من واحد إلى ما لا نهاية. ثاني عندي انتيجرز نمبر، الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة شو هي؟ الأعداد السالبة والأعداد الموجبة والصفر. تمام؟ تمام. الريشنال نمبر عندنا ثالث نوع اللي هو الأعداد النسبية، اللي هي بتكون كسر على كسر. تمام؟ تمام. كرقم على رقم كسر. تمام؟ تمام. ثاني رابع نوع عندنا الريشنال نمبر، واللي هي الأعداد غير النسبية. تمام؟ اللي ما بيكون في طريقة إنه أكتبها على عدد زي هيك، أو إنه تكون سالبة أو إنها تكون كسر، مثل عندنا الجذور، وعندنا الباي، والعدد النيبيري. إيه. تمام؟ تمام. الآن بدنا نحكي عن الفترات. الجدول هذا اللي أنا حاطط لكم إياه مش للحفظ أو إنك تروح هيك يعني تتغلب معه، لا. الجدول هذا حاطط لك إياه بس عشان تعرف منه كم شغلة. أول أربع مربعات هون بدنا نعرف منهم ليش حطينا هون مغلق وليش حطينا هون مفتوح. مثلا حطينا بالفترة اللي هون قوس مغلق لأنه بالديسكريبشن بالوصف إشارة الفترة اللي هون الأكبر أو الأصغر إيش معطيني إياها؟ معها يساوي. إذا بس يكون عندي مساواة مع الأكبر والأصغر إيش بعمل؟ بحط الفترة مغلقة. تمام؟ تمام. لما ما يكون عندي مساواة بتكون الفترة إيش؟ بتكون الفترة مفتوحة. تمام؟ هذا الإشي اللي بدي إياك تتعلمه من أول أربع فترات. عندي كمان من هذا المربع بدي تتعلم شغلة، إنه دائما عند السالب ما لا نهاية واللا ما لا نهاية قوس مفتوح مش مغلق، لأنه أعداد لا ما لا نهاية ما بنقدر نتوقعها، فإيش بتكون مفتوح. تمام؟ تمام. عندي بالمربع هذا وبالمربع هذا، ركزوا معي، بالمربع هذا وبالمربع هذا بدي نعرف شغلة واحدة، إنه لما طلع عنا عند السالب ما لا نهاية احنا حكينا انه ماله انه دائما مفتوح. طيب الاي ليش حطينا عندها مغلق؟ لانه بالديسكريبشن بالوصف عنا عند الاشارة هون ايش حط لي؟ حط لي مساواة
صح، ما دام في مساواة بتكون عند الايه مغلقة. طيب هون عند الما لا نهاية اتفقنا عليها انه احنا خلاص حطينا مفتوحة. طيب الايه ليش كمان حطينا مفتوحة؟ اتفقنا انه لانه عند الاشارة ما في مساواة، اذا بنحطها مفتوحة. عند الفاي انا هون الفاي شو يعني؟ يعني ما عندي ارقام. هذا بالنسبة للجدول وللاعداد اللي حكيت لكم عنها. الان بدنا نفوت نحكي عن نبلش بالبارت، نبلش نحكي عن البارت. السطرين هذول مهمات جدا لانه بيعتمد البارت كلهم على السطرين هذول. اول اشي عندي الان احنا حكينا هون بيعتمد عليه البارت كامل بيعتمد عليهم. تمام. اول اشي عندي الانرزيشن، التقاطع. التقاطع ممكن نعبر عنه بالكلمات بكلمة and، تمام، بكلمة and، وممكن عبر عنه بالرسوم نرسمه بيكون زي هيك. تمام. التقاطع شو يعني؟ الانرزيشن شو يعني؟ يعني لازم يكون في عندي فترتين بيناتهم، مثلا A فترة و B فترة بيناتهم انرزيشن، بيناتهم فترة، بيناتهم تقاطع. اذا انا ايش بدي؟ بدي فترة ثالثة تطلع معي تكون بتعبر عن هذول، اطلع منهم القيم المشترك، القيم المشتركة بين A وبين B، لانه في بيناتهم ايش؟ انرزيشن، لانه في بيناتهم تقاطع. تمام. او بيناتهم and. تمام. اليونيون، الاتحاد. الاتحاد بعبر عنه بالكلمات بكلمة ان، بكلمة ان. تمام. وممكن ارسمه يكون زي هيك مع حرف اليو. تمام. مثلا اذا كانت عندي الفترة A والفترة B بيناتهم يونيون، بيناتهم اتحاد، اذا انا هون ايش بدي؟ بدي اطلع فترة ثالثة مالها هاي الفترة تكون تعبر عن A و B مع بعض. ايش لازم يكون بالفترة C؟ لازم يكون عندي القيم المشتركة بين A و B، وبرضو لانه يونيون لانه اتحاد لازم يكون عندي القيم غير المشتركة. اذا الانرزيشن باخذ القيم المشتركة فقط، اليونيون باخذ القيم المشتركة والقيم الغير مشتركة. تمام. نيجي على الورقة هون حتى انه نلخصهم. التقاطع اشارته زي هيك، او انرزيشن هاي يعني تقاطع. تمام. لما احكي عن تقاطع يعني انا بحكي عن ايش؟ عن كلمة and. عن and ممكن تيجي هيك، ممكن تيجي تقاطع، ممكن تيجي زي هيك. لما احكي تقاطع او and انا ايش بدي؟ بدي اطلع القيم المشتركة. تمام، بدي اطلع القيم المشتركة فقط. طيب لما انا احكي عن union، لما احكي عن اتحاد، لما احكي عن اتحاد شو يعني؟ يعني انا حكيت عن كلمة ان. تمام، حكيت عن كلمة ان. لما احكي عن كلمة ان انا، لما احكي عن كلمة ان شو يعني؟ يعني بده القيم المشتركة والغير مشتركة. تمام، القيم المشتركة والغير مشتركة. تمام، نرجع على السريع، لازم هذول تكونوا متأكدين انكو فهمتوهم تمام. اوكي. الان عنا مثال هون، عنا مثال. اول مثال بحكي لي اكزامبل، عندي الفترة من 1 لـ 4 مغلقة، تقاطع انرزيشن اند 2 لـ 4 مغلقات من الجهتين. هسه المثال هذا، بالنسبة للمثال هذا وخط الأعداد، أنا مش مهم أرسم خط الأعداد لأنه هو ما راح يطلب مني بحكي لي وين خط الأعداد أو ليش مش راسم خط الأعداد. ليش؟ لأنه الامتحان ملتبي، الامتحان ضع دائرة. خط الأعداد هو فقط توضيح لك كيف طلعت معنا الفترة سي اللي هسه راح نطلعها. عشان هيك هذا المثال بدنا نحله بالنظر ونشوف إذا راح يطلع معنا إجابة صحيحة ولا لا. طيب نيجي الآن، أنا عندي المثال هاد، الإكزامبل هاد، 1 و4 مغلقة، إنرزيشن، تقاطع، 2 و4. تمام. أنا عندي المثال هاد. طيب الآن أنا هاد كيف بقدر أحله؟ أول إشي بتطلع عندي هون الإشارة اللي هون، هاي إيش عندي؟ هاي إنرزيشن، عندي تقاطع. تقاطع شو يعني؟ تقاطع شو يعني؟ يعني بده القيم المشتركة، صح ولا لا؟ يعني بده القيم المشتركة. طيب أنا عندي هون أرقام من 1 لـ 4 وعندي هون من 2 لـ 4، شو القيم المشتركة إذن؟ الـ2 والـ4. طيب الـ2 والـ4، الـ4 هون مغلقة وهون مغلقة، إذن إيش بروح أعملها؟ مغلقة. الـ2 هون مغلقة وهون هي جوا الفترة، إذن إيش بدها تكون مغلقة. إذن هاي الفترة اللي طلعت معنا. طيب قبل ما ندخل بالمثال اللي وراه بدي أرجع أوضح شغلة، إنه الفترة A إنرزيشن تقاطع، الفترة B بتطلع معي الفترة
مالها بتطلع معي الفترة سي. الفترة سي هاي شو بيكون فيها؟ بيكون فيها القيم المشتركة، ماشي؟ المشتركة. تمام؟ تمام. لما يكون A union B، لما يكون A اتحاد B، شو بتطلع معي؟ الفترة سي. الفترة سي شو بيكون فيها؟ القيم المشتركة والقيم الغير مشتركة. تمام؟ تمام. وهون هيك حليناها بالنظر بدون ما نرسم خط الأعداد. المثال الجاي لا، رح نحله خط الأعداد حتى أنه أنتوا تعرفوا كيف تحلوا. طيب المثال اللي عنا اللي هو هذا المثال. المثال الثاني بحكي لي 2 و3 مفتوحات من الجهتين اتحاد 1 و5 مغلقة. تمام تمام. نيجي على المثال هذا. أنا هذا المثال لو بدي أحله بده ياني أطلع له فترة تعبر عن الفترتين هذول بيناتهم اتحاد. اتحاد شو يعني؟ يعني القيم المشتركة والغير مشتركة. طيب الآن أنا شو بدي؟ بدي أرسم على خط الأعداد. هي خط الأعداد يا كريم رسمناه. طيب شو نعمل هسه؟ بنجيب الفترة الكبيرة اللي هي من 1 لعند 5. تمام تمام. الآن أنا عندي هون خط. طيب من هون مغلقة، إذا إيش بعملها؟ بعملها فترة مغلقة، دائرة مغلقة. الواحد مفتوحة بعملها دائرة مفتوحة. باجي عندي من 2 للـ3، من هاي 2 وهي إيش؟ وهي 3 وهي خط. طيب الآن أنا عندي من الجهتين مفتوحات. طيب الاتحاد شو بحكي لي؟ الاتحاد بده القيم المشتركة، هاي القيم المشتركة، وبرضو إيش؟ بده القيم غير المشتركة، هاي القيم غير المشتركة، صح ولا لا؟ إذا إيش بتكون الفترة؟ بتكون الفترة المطلوبة هاي هيك كلها. إذا الفترة شو بتساوي؟ من 1 إلى 5 مغلقة ولا مفتوحة؟ 5 مغلقة والواحد مفتوح. هاي هيك بكون جوابك صح 100%. تمام تمام. الآن عنا المثال هاد هون وبدنا نركز شوي، بدنا نركز شوي. طيب نحكي عن المثال الثالث اللي هو بحكي لي 2، اللي هو بحكي لي 2 و4، 2 مفتوحة والأربعة مغلقة، تقاطع إنرزيشن 4 مفتوحة ولا ما لا نهاية. طيب لا ما لا نهاية شو بتكون؟ بتكون مفتوحة. طيب اللي ما لنهاية شو بتكون؟ بتكون مفتوحة. الآن أنا عندي المثال هذا. المثال هذا أنا كيف بدي أحله؟ المثال هذا أنا كيف بدي أحله؟ أول إشي شو بدي أعمل؟ بدي أرسم خط الأعداد. هاي خط الأعداد رسمناه. طيب بدي أعبر عن الفترة هاي مثلا، هاي 4 للما لا نهاية، هي للما لا نهاية. الأربعة مفتوحة هون لوين؟ للما لا نهاية. طيب الآن أنا عندي هون 2، أنا عندي هون 2 وعندي هون 4. طيب خلينا نحط 2 هون، هاي 2 وهي 4. 2 هون هاي 2، 4 مالها مغلقة، هياتها مغلقة، والاثنين هون عندي مفتوحة، هياتها مفتوحة. الآن هو ايش طالب مني؟ طالب مني التقاطع الانرزيشن. الآن بده القيم المشتركة. في انا عندي قيم مشتركة هون؟ لا ما عندي قيم مشتركة. الأربعة مشتركة؟ لا، مفتوح مع مغلق ما بيطلع لي قيمة مشتركة. إذا هون شو بده يكون الجواب؟ الجواب هون بده يكون عندي فاي، ما عندي قيم مشتركة. تمام تمام. طيب المثال هذا انا لو كانت عندي، لو كان عندي المثال مثلا زي هيك، نفس المثال هذا كانت عندي خلينا نعمل انه 2 مغلقة عشان نفس المثال اللي وراه اللي هو هذا. انا مش كاتب لكم فترة هون، بس انه انتم لحالكم عادي بتقدروا تعملوه. تمام تمام. الان انا عندي هون لو كانت هاي مغلقة مثلا زي هيك. طيب الآن أنا عندي هون وحاط لك أنا بدي يونيون، بدي اتحاد، بدي القيم غير المشتركة والقيم غير المشتركة، أنت شو رح تعطيني هون؟ عندي قيم مشتركة؟ ما عندي قيم مشتركة. عندي قيم غير مشتركة؟ نعم عندي قيم غير مشتركة، من هون لهون هاي كلها غير مشتركة. إذا من 2 لوين؟ للما لا نهاية. 2 مغلقة زي ما احنا عدلناها هون، ولا ما لا نهاية مفتوحة. ليش قبل شوي كانت فاي؟ لانه هو طلب ايش مني؟ طلب مني الانرزيشن، طلب مني الاتحاد. هون طلعت معي فترة ليش؟ لانه طلب مني اليونيون الاتحاد. تمام؟ طلب مني الاتحاد. وفاي لانه طلب مني التقاطع. السؤال هذا بتعدلوا لي اياه هون، هاي بتصير من 3 إلى المالا نهاية، مش من 3 إلى 7، من 3 إلى المالا نهاية. 3 طبعا بتكون مغلقة لأنه أنا بالسؤال كاتب لكم إياها مغلقة. تمام تمام. الآن بدنا نركز شوي. الآن بدنا نحكي عن حل. إن شاء الله تكونوا خلصتوا وعرفتوا كيف تدمجوا الفترات. اللي عنده أي سؤال بيقدر يسألني على جروب المادة، على جروب التليجرام، أو على حسابي بيقدر يبعث لي وإن شاء الله بجاوبه. تمام تمام.
الآن بنفوت على النوع على الموضوع الثاني من مادة الفيرست واللي هو المتباينات الخطية. إيش هو المتباينات الخطية؟ المتباينات الخطية حاطلكم أنا 5 خطوات حتى تحلوا المتباينة الخطية. إذا بتمشي على 5 خطوات وبتفهمهم صح، ما في متباينة خطية بتوقف معك. بدك تركز معي الآن، ركز معي تمام. يلا حل المتباينات الخطية عن طريق الخطوات. أول خطوة شو هي؟ طيب قبل ما نكتب الخطوات نحكي شوي شكل المتباينة. المتباينة بيكون فيها زي هيك إشارة أكبر أو أصغر، ماشي ماشي، إشارة أكبر أو أصغر. هون بيكون عندي إشي وهون بيكون عندي إشي، هون بيكون عندي إشي وهون بيكون عندي إشي، تمام. هذا شكل المتباينة، هذا شكل المتباينة الخطية، تمام. هذا شكل المتباينة الخطية. نمشي على هاي ونحل الخطوات هياتها. هيك أكبر من هيك، هاي شكل المتباينة. طيب أول خطوة بحكي لك أنقل الأشياء اللي على اليمين إلى الأشياء اللي على اليسار. يعني هون كل الأشياء اللي هون بتحملها بتنقلها لهون. لو هون عندي زي هيك أنا، لو هون حاط لي مش رقم ولا إكس ولا زائد واحد، لو حاط لي شجرة هون، إيش حاط لي؟ حاط لي شجرة. بمسك الشجرة هاي بحطها هون وبيصير عندي إكس شجرة واحد. المهم أي إشي باليمين بتنقله لوين؟ باليسار. هاي أول خطوة ماشي. ثاني خطوة شو هي؟ ثاني خطوة اللي هي بسط الأشياء اللي على اليسار قد ما تقدر تبسط. بسط ماشي لحتى تبطل تقدر تعمل إشي. لو صار عند لما هون هيك صارت الأشياء هاي هون كلها مثلا زي هيك، هون لما نقلت أنا كل إشي صارت مثلا أقل من 0. طيب أنا هون صار في عندي شجرة، صار في عندي زائد إكس زائد 4 زائد 2 إكس. كل إشي الشجرة والإكس والأربعة هاي ببسطهم قد ما أقدر تأبطل أقدر أعمل إشي. هاي ثاني خطوة التبسيط. ثالث خطوة شو هي؟ حول المتباينة إلى معادلة. بعد ما نبسطها إحنا مثلا هون ده صار عندنا 2X زائد 1 مثلا، بحول المتباينة إشارة المتباينة إلى إشارة معادلة. كيف بحولها؟ عن طريق تحويل إشارة المتباينة إلى مساواة، تمام تمام. بعد ما نحولها لمعادلة إيش بتكون عندنا؟ رابع خطوة. رابع خطوة هي جد قيم إكس. إيش هي؟ جد قيم إكس. بطلع قيم إكس هون مثلا، لو نقلنا هون بتصير قيمة إكس سالب 1/2، تمام. هاي قيمة إكس، قيمة إكس أو قيم إكس، بطلع قيمة إكس. الآن ركز على الخطوة الخامسة، ركز على الخطوة الخامسة اللي هي خطوة أرسم الرسم. الرسم بيعتمد على مين؟ بيعتمد على خطوة 4 وبيعتمد على خطوة 2. طيب كريم وين أرسم؟ الرسم بيكون على خط الأعداد. طيب كريم أنا شو بدي أستفيد من خطوة 2 وشو بدي أستفيد من خطوة 4؟ هسه بحكي لك شو رح تستفيد منهم. خطوة 4 حكينا الرسم بيعتمد على خطوة 4 وبيعتمد على خطوة 2. خطوة 4 اللي هي جد قيم إكس، وخطوة 2 اللي هي لما نطلع متباينة مبسطة ما في إشي أقدر أبسطه فيها، تمام تمام. طيب شو اعمل؟ باجي على 4. من ايش بدي استفيد من 4؟ انه هي مطلعت لي قيم اكس، باخذها وبحطها على خط الاعداد مثلا سالب نص. طيب شو اعمل كمان؟ شو بدي استفيد من خطوه 2؟ خطوه 2 بدرس الاشاره فيها. خطوه 2 لما بسطنا كل اشي صار عندنا 2 اكس زائد 1 اقل من 0. الان ايش ببسط فيها؟ ببسط بدرس الاشاره فيها. بقدر ابسطها اكثر من هيك؟ لا. اذا بدرس الاشاره فيها. هون مثلا باخذ الصفر وهون مثلا باخذ السالب 3، تمام تمام. وايش بعمل بعدين؟ وبروح بدرس الاشاره هون، اما بطلع عندي هون موجب او سالب، او هون بطلع عندي سالب او موجب، تمام تمام. طيب لو طلع مثلا لو طلعت عندي هون موجب وطلعت عندي هون سالب، طيب انا اشاره السهم اعملها هيك ولا اعملها هيك؟ واعملها مفتوحه ولا اعملها مغلقه يا كريم؟ بتعملها هيك او هيك حسب اشاره المتباينه. ايش طالب منك؟ الارقام اللي اقل من صفر، يعني بده الارقام السالبه. الارقام السالبه طلعت معنا لهون، اذا بده يكون السهم لهون، تمام تمام. طيب احطها مفتوحه ولا احطها مغلقه يا كريم؟ برجع على اشاره المتباينه بشوف عليها مساواه ما عليها مساواه، اذا هون ايش بيكون عندي؟ مفتوحه، تمام تمام. نعيد الخطوات. اول خطوه
بنقل كل اشي على اليمين بنقله على اليسار، لو حاطي شجرة هون بحمل الشجرة وبحطها على اليسار. الخطوة الثانية كل اشي تجمع عندي على اليسار بعمل له عمليات تبسيط بحيث ما اقدر ابسط فيه ولا اي اشي. الخطوة الثالثة بحول المتباينة الى معادلة عن طريق تحويل اشارة المتباينة الى اشارة مساواة. الخطوة الرابعة بطلع قيم اكس، بطلع قيم اكس. الخطوة الخامسة ارسم. الخطوة الخامسة تعتمد على الخطوة الرابعة وتعتمد على الخطوة الثانية. وين بدي ارسم؟ بدي ارسم على خط الاعداد. وين بدي ارسم؟ بدي ارسم على خط الاعداد. تمام تمام. بناء على ايش؟ بناء على خطوة اربعة وخطوة اثنين. ايش بستفيد من خطوة اربعة اللي هي قيم اكس اللي احطها على خط الاعداد؟ ايش بستفيد من خطوة اثنين اللي هي ادرس الاشارة فيها؟ شو بستفيد من خطوة اثنين؟ بدرس الاشارة فيها. بعد ما ادرس الاشارة فيها بستفيد منها اتجاه السهم اذا كان للاتجاه السالب او اتجاه الموجب حسب اشارة المتباينة اذا اكبر من صفر او اقل من صفر. شو كمان بستفيد منها؟ بستفيد منها انه يكون عند السهم هذا اشارة مفتوح او مغلق. من وين بعرف؟ برجع على هون اذا كانت على مثلا الاشارة هاي عليها مساواة او ما عليها مساواة. عليها مساواة بسكر الدائرة، ما عليها مساواة بفتح الدائرة. طيب الان عنا بدنا ناخذ مثال ونمشي فيه بالخطوات اللي احنا اخذناهم. عنا المثال هذا الاول اللي هو 4 اكس زائد 3 اقل من 2 اكس ناقص 7. عنا المثال، عنا المثال هذا. المثال هذا بدنا نمشي فيه على الخطوات. اول خطوة شو حكينا؟ انقل كل اشي على اليمين انقله على اليسار. كيف بتصير عندي؟ بصير عندي 4 اكس زائد 3 ناقص 2 اكس زائد 7 اقل من صفر. تمام تمام، هاي الخطوة الاولى تم. الخطوة الثانية شو بده؟ بده بسط. عندي هون 4 اكس وسالب 2 اكس، وعندي هون 3 وعندي هون 7. شو بتصير عندي؟ 2 اكس زائد 10 اقل من صفر. بسطنا. ثالث خطوة شو هي؟ حول المتباين الى معادلة. 2 اكس زائد 10 بتساوي صفر. رابع خطوة شو هي؟ رابع خطوة جد قيم اكس. اكس شو بتساوي؟ انقل هاي لهم بتصير سالب على 2 بتصير عندي سالب 5. اكس شو بتساوي؟ سالب 5. الخطوة الخامسة شو هي؟ الخطوة الخامسة، الخطوة الخامسة ارسم بناء على مين؟ بناء على خطوة 2 وبناء على خطوة 4. وين ارسم؟ ارسم على خط الاعداد. شو احط هون بالنص؟ انا بحط سالب 5. تمام تمام، هاي بناء على اكس الخطوة الرابعة سالب 5. طيب الان انا بدي ادرس اشارة. وين بدي ادرس اشارة؟ من خطوة 2. باخذ مثلا عندي هون السالب 4 او الصفر خلينا نحكي، وهون بناخذ السالب 6. لو اخذنا الصفر هون بيطلع عندي ايش؟ بيطلع عندي 10، اذا موجب. لو اخذنا السالب 6 هون بيطلع عندي سالب 12 زائد 10 سالب 2 بيطلع عندي هون سالب. طيب الان انا اتجاه السهم لهون ولا لهون؟ عن طريق خطوة 2. اقل من صفر اذا بده يكون للجهة السالبة. طيب احط مفتوح ولا مغلق؟ حسب خطوة 2 في مساواة ما في مساواة، اذا ايش بيكون عندي؟ مفتوح. انت هيك بتكون خلصت الحل 100%. ضل ايش بدنا نطلع؟ بدنا نطلع الفترة. الفترة هو ايش طالب مني؟ الفترة طالب مني الاعداد السالبة من السالب 5 الى ايش؟ الى الى سوري، من السالب ما لا نهاية الى السالب 5. السالب ما لا نهاية بنعرف مفتوح. طيب عند السالب 5 احط مغلق ولا احط مفتوح؟ بنرجع على خطوة 2 هي وهياتها. ايش حطينا احنا هون؟ مفتوح. اذا عند السالب 5 ايش بنحط؟ بنحط مفتوح. تمام تمام، هيك مشينا على الخطوات وشفنا كيف انحلت معنا المتباينة. طب نركز بالمثال هذا. الان في عندي مثالين، نفس المثالين هيات وهاد وهاد، رح يطلع معنا حلين. واحدة رح تطلع معنا حل وواحدة ما رح تطلع معنا حل. الان بدنا نعرف ليش واحدة طلعت معنا حل وواحدة ليش ما طلعت معنا حل. طيب الان عندي انا هون نفس المثال اللي هو اكس تربيع زائد 1 اكبر من صفر، وعندي اكس تربيع زائد 1 اقل من صفر. هون نفس الارقام بس انه هاي اكبر من صفر وهاي اقل من صفر. تمام تمام. طيب شو حكينا الخطوات؟ الخطوة الأولى أنقل الأشياء اللي على اليمين على اليسار منقولة. الخطوة الثانية بسط مبسط. الخطوة الثالثة إيش؟ حول المتباينة إلى معادلة. حولنا إكس تربيع زائد 1 بتساوي صفر. الخطوة الرابعة جد قيم إكس، جد قيم إكس صارت إكس تربيع بتساوي سالب 1. طيب عندي هون أنا قيم؟ لا طبعا ما عندي قيم لأنه ما في عندي جذر سالب. تمام ما عندي
قيم. أنا برأس خطوة أربعة ما استفدت منها إشي. الخطوة الخامسة شو هي؟ الخطوة الخامسة أرسم. طيب الخطوة الخامسة اعتمادا على خطوة أربعة واعتمادا على خطوة اثنين. وين أرسم؟ أرسم على خط الأعداد. طب أنا عندي أعداد أحط على الرقم إيش؟ خطوة أربعة حكينا غلط، ما عندي أعداد، إذا ما استفدت من خطوة أربعة، إذا أنا ما عندي أعداد أحطها. طيب شو أعمل أنا هسا؟ طيب وبعدين وين بدي أحدد منطقة الحل؟ إحنا حكينا بنستفيد من خطوة اثنين إنه ندرس الإشارة. طيب خلينا ندرس الإشارة هون، ندرس الإشارة هون. لو أخذنا الصفر إيش بيطلع معي؟ واحد. لو أخذنا السوالب سالب واحد بيطلع معي واحد زائد اثنين. إذا كل الخط ماله كل الخط موجب. طيب في إشي يسهل علي إنه بدون ما أعرف الإشارة؟ إذا كانت بعرف إشارة خط الأعداد من إشارة إكس تربيع. إيش إكس تربيع؟ هاي مالها موجبة. بما إنه إكس تربيع موجبة، إذا أنا بكون معي كامل خط الأعداد موجب. هاي متى بنعرفها؟ بس ما يكون عندنا ماله، بس ما يكون عندنا قيم، بس ما يكون عندنا قيم لإكس. بما إنه إشارة خط الأعداد إشارة إكس تربيع موجبة، بيكون إشارة الخط الأعداد موجبة لما ما يكون عندي قيم. طيب الآن شو طالب مني هو؟ الفترة اللي أنا أحطها، بده الفترة اللي أكبر من صفر. وبما إنه كل خط الأعداد موجب، إذا أكبر من صفر إيش راح يطلع معي؟ السوليوشن راح يطلع معي السوليوشن من سالب ما لا نهاية إلى المالا نهاية، هذا السوليوشن الأخير. تمام. طيب نيجي هون الخطوات نفس الإشي حكينا، أنقل الأشياء اللي على اليمين على اليسار، نقلنا. الخطوة الثانية بسطنا. الخطوة الثالثة إيش هي؟ حول لمعادلة، زائد واحد بتساوي صفر، حولنا. الخطوة الرابعة جيت قيم إكس، إكس تربيع بتساوي سالب واحد، ما عندي قيم لإكس. الخطوة الخامسة شو هي؟ أرسم. طيب ماشي، هاي رسمنا. الآن عندي أرقام أحطها، ما استفدت من خطوة أربعة، ما استفدت من خطوة أربعة تمام. اليوم بدي أروح، بدي أروح على خطوة اثنين، بدي أدرس الإشارة. بحكينا بما إنه إكس تربيع موجبة وما عندي هون أعداد، إيش بيكون على الخط؟ إيش بيكون خط الأعداد؟ بيكون خط الأعداد موجبة. طيب أنا الآن أروح أحط نفس السوليوشن هاد؟ لا طبعا، إحنا لسه ما عرفنا شو هو الفترة اللي بده إياها، بده أقل من صفر. وبما إنه أنا عندي هون كل الأعداد موجبة، إذا أنا إيش؟ ما عندي ولا عدد أقل من صفر ولا عدد سالب، إذا راح تكون منطقة الحل فاي. تمام، عرفنا شو الفرق؟ فرقنا، شايفين المثالين هون؟ هون طلعت معي فاي، وهون طلعت معي من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. تمام هيك؟ تمام. الآن أنا عندي المثال هاد، وأنا عندي وعندي المثال هاد. راح نحل نفس الخطوات اللي راح تكون هون، إذا حلينا المثال هاد نفس الخطوات اللي راح نمشيهم هون راح نمشيهم هون، بس إنه المثال هاد فيه فكرة زيادة، فإنه راح نحله هو لأنه أهم. تمام هيك؟ المثال إيش بحكي لي؟ بحكي لي إكس تربيع على إكس ناقص واحد إيش مالها؟ أقل من صفر. تمام. طيب أنا عندي المثال هذا، بدي أحكي لكم شغلة، بس تشوفوا عدد نسبي تعمل بريك، بتوقف بتصلي على النبي، بعدين بتبلش تحل. تمام. أول لما تشوف عدد نسبي بالمتباينات أو بأي شيء بحياتك بالكالكولس، بس تشوف عدد نسبي بتصلي على النبي، بتهدى شوي، بعدين بتبلش حل. تمام. أول إشي حكينا الخطوات شو هن؟ الخطوات أنقل الأشياء اللي على اليمين على اليسار. في إشي أنقله؟ لا، إذا نقلنا. الخطوة الثانية بسط. في إشي أبسطه؟ لا، بسطنا. الخطوة الثالثة شو هي؟ حول المتباينة إلى معادلة. حولنا المتباينة إلى معادلة يا كريم. شو أعمل كمان؟ الخطوة الرابعة شو هي؟ حكيت لكم الخطوة الرابعة شو هي؟ الخطوة الرابعة نوجد قيم إكس. هون حكينا تساوي صفر، نضرب ضرب التبادل هون لأنها صارت معادلة، بتصير عندي إكس تربيع شو بتساوي؟ صفر. إذا إكس شو بتساوي؟ صفر. هاي قيمة إكس. هيك خلصنا؟ لا طبعا ما خلصنا، ظل عندي قيمة ثانية لإكس، وهي قيمة صفر المقام. صيغة صفر المقام شو بساوي؟ واحد. إذا أنا عندي قيمتين لإكس. الخطوة الخامسة شو هي؟ الخطوة الخامسة أرسم. شو هي الخطوة الخامسة؟ أرسم. طيب واعتمادا على إيش؟ اعتمادا على خطوة أربعة واعتمادا على خطوة اثنين. طيب تمام، وين أرسم؟ بنرسم على خط الأعداد. تمام هيك؟ تمام. اعتمادا على خطوة أربعة بإني أحط القيم، هاي عندي هون صفر، وأنا عندي هون إيش؟ عندي واحد. الآن بدي أدرس إشارة، وين بدي أدرس إشارة؟ بدي أدرس إشارة بالخطوة اثنين اللي هي نفس المعادلة هاي، المتباينة هاي، سوري. الآن أنا عندي هون بدي أرسم، بدي أدرس إشارة. هون خلينا ناخذ الاثنين، شو بيطلع معي الجواب؟ لو أخذنا أربعة
2 ناقص 1 موجب. لو اخذنا النص هون بصير ربع، نص ناقص 1 سالب، ايش بكون عندي هون جواب؟ سالب. طيب لو اخذت عندي هون سالب 1، انا عندي هون 1 وانا عندي هون سالب 2، شو بيطلع معي الجواب؟ سالب. طيب انا اياها اخذ منطقة الحل، اخذ هاي ولا اخذ هاي؟ اياها اخذ. بنرجع لخطوة 2، بده الاقل من 0، اذا بده الاعداد السالبة، يعني من هون زي هيك لهون. تمام تمام. الان شو هي بتكون منطقة الحل؟ حدا بيقدر يحكي لي شو هي منطقة الحل؟ يا ريت انه تقدروا تحكوا لي منطقة الحل بس كأنه فيديو. طيب تمام. الان ايش بدنا نعمل؟ الان بدنا نطلع منطقة الحل، بده هياتها منطقة الحل من الواحد الى السالب ما لا نهاية الى السالب ما لا نهاية، الاعداد السالبة من السالب ما لا نهاية الى الواحد. طيب الواحد مفتوح ولا مغلق؟ هون مش حاط لي مساواة، اذا ايش بتكون؟ مفتوح. خلصنا هيك؟ لا طبعا لسه ما خلصنا. تمام تمام. ايش انا بدي الان؟ بدي، ليش ما خلصنا؟ شو اللي ضل عندي؟ الآن أنا عندي الصفر، هل الصفر داخل بالفترة؟ لا، هون بحكي لك بده الأرقام اللي أقل من صفر، إذا ما عدا الصفر. تمام؟ ما عدا الصفر، هيك أنت بتكون خلصت حل. تمام؟ تمام. الآن نيجي على المثال هذا، المثال هذا بدي أحله مش لأنه صعب، لا، بس لأنه بدي إياكم تعدلوا كم شغلة هون، بس. تمام؟ تمام. المثال بحكي لي 1 على إكس أكبر أو يساوي 3. طيب أنا عندي المثال هذا، المثال هذا نمشي فيه على الخطوات، أنقل الأشياء اللي على اليمين إلى الأشياء اللي على اليسار، بتصير 1 على إكس ناقص 3 أكبر أو يساوي 0. تمام هيك؟ تمام. هاي الخطوة الأولى نقلنا، الخطوة الثانية بسط، بسطنا ما في شيء أبسطه، اللي بحكي لي اضرب مقام وكذا، لا ما راح تنفع ضرب المقام، يعني على الفاضي. الخطوة الثالثة شو هي؟ اللي هي بحكي لك جد، اللي هو بحكي لك حول المتباين إلى، حول المتباين إلى معادلة، ناقص 3 بتساوي 0. تمام تمام. الخطوة الرابعة شو هي؟ جد قيم إكس، هاي صير هون بصير 3، بتصير عندي 3 إكس بتساوي 1، إذا إكس شو بتساوي؟ بتساوي 1 على 3، هيك أنا طلعت قيم إكس. خلصنا؟ لا طبعا، ضل عندي صفر المقام، صفر المقام إيش هو؟ اللي هو إكس بتساوي 0. تمام تمام. الخطوة الخامسة شو هي؟ الخطوة الخامسة أرسم، اعتمادا على مين؟ اعتمادا على خطوة 4 واعتمادا على خطوة 2. وين أرسم؟ أرسم على خط الأعداد. تمام هيك؟ تمام. هاي هيك أنا عندي خط الأعداد، اعتمادا على خطوة 4 بإني أكتب له القيم اللي هو 0 و3. طيب خطوة 2 إيش بستفيد منها؟ بستفيد منها إني أنا بدي أدرس إشارة، باخذ أنا، طب أنا هون الآن لما بدي أدرس الإشارة لهون آخذ نص ولا آخذ ربع؟ وهون آخذ نص ولا آخذ ربع؟ أكيد طبعا الأقل من ثلث اللي هو الربع، والأكبر من ثلث اللي هو النص، إذا هون بدي آخذ الربع. لو أنا بتصير 1 على 1 على 4 بتصير فوق، 4 ناقص 3 بتصير 1، إذا أنا عندي هون موجب. لو أخذت الاثنين هون بتصير 1 على 1 على 2، الاثنين بتطلع بتصير 2 ناقص 3، بطلع عندي هون أنا إيش؟ سالب. إذا هون إيش بكون عندي؟ سالب. لو أخذت أنا عندي هون السالب 1، بصير عندي 1 على سالب 1 سالب 1 ناقص 3، بطلع عندي سالب. طيب الآن أنا آخذ هاي الحل هذول ولا آخذ هاي منطقة الحل هاي؟ هذا الإشي بدي أعرفه منهم، من خطوة 2 اللي هو لما حكالي بده أكبر من 0، إذا بدي آخذ الأعداد الموجبة. تمام. الأعداد الموجبة من وين؟ من 0 إلى 3. من وين؟ الأعداد الموجبة من 0 إلى 3. طيب خلصنا هيك؟ لا ما خلصنا. طيب الآن أنا أحط عند الثلث قيمة مفتوحة ولا سالب، قيمة قوس مفتوح ولا قوس مغلق؟ بما أنه عندي هون مساواة، إذا هون بيكون عندي إيش؟ مغلق. طيب الصفر ما هي أكبر أو يساوي صفر، ليش ما أحط مغلق؟ أكيد ما راح تحط مغلق، لأنه الصفر عندي هون صفر مقام، إذا إيش بيكون عندي هون؟ مفتوح. تمام تمام. الآن أنا عندي هون إيش بدي منكم تعدلوا؟ الآن أنا بدي إياكم تعدلوا هون، إيش تعدلوا؟ بس إنه عند الثلث تحطوا قوس مغلق، هون بين الصفر والثلث تحطوا موجب، وعلى الأطراف هون تحطوا سالب. تمام؟ تمام. الآن رح نبلش نحكي عن الدومين وعن الرينج، ونفوت بالفانكشن، ورح نحكي بس بالصفحة هاي أشياء هيك بسيطة عن الدومين والرينج نشرح فيها. تمام؟ تمام. أول إشي عندي الفانكشن، الفانكشن هون رح نوضح فيه متى بيكون is function يعني هو function أو متى is not function. الدومين يعني المجال، والرينج يعني المدى. أول example عندي اللي هو هذول قيم x وهذول قيم
اف الاكس يعني صورتهم. اذا كانت عندي واحد عندي اقتران واحد عندي اقتران واحد واف الاف الواحد طلعت 4 وبرضو اف الواحد طلعت 5 اف الاثنين طلعت 6 واف الثلاث طلعت 6 باقتران واحد، هذا الاشي ما بزبط ما بزبط. بنفس الاقتران لرقم واحد يطلع له صورتين او تمام تمام. اذا ايش بكون عندي؟ هذا الاقتران is not function. So f x is not function. ليش؟ لانه بعطي قيمتين وليس قيمة واحدة لا الا x. تمام تمام. الان نيجي على هذا. الان انا عندي ثلاث قيم x، قيمتين كل واحدة لها صورة، بس الثلاث مش مرتبطة هون. اذا so is f x is not function. ليش؟ لانه مش كل القيم مرتبطة. الان انا عندي هون ثلاث اقترانات بثلاث ارقام لإكس طلعت معي كلياتهم 5 عادي طبيعي تمام ما في اي مشكلة، لانه انا عندي اكثر من اقتران وكلهم طلعوا معي نفس طلعوا كلهم معي نفس الصورة عادي ما في مشكلة. اما انه صورة اما انه رقم عنصر لإكس يطلع له اكثر من صورة لا ما بزبط. اما ارقام مختلفة يطلع لهم نفس الصورة عادي ما في اي مشكلة. So f x is function. الان انا عندي هون بس اتذكركم بالتعويض واذكركم بالفرق بين مربعين. الان اف الاكس بيساوي اكس تربيع، جد اف الثلاث بس انك تعوض الثلاث هون. اف الثلاث زائد اتش بتصير ثلاث زائد اتش تربيع، بس انه احكي لكم كيف تفكوا التربيع. اتش تربيع زائد هاي زائد هاي في هاي زائد ثلاث تربيع، وهون نفس الاشي بس انه هون بتختلف الاشارة. هون شو مطلوب منكم؟ بس انه ثلاث زائد اتش بتصير تربيع ناقص ثلاث ناقص اتش تربيع، تفكوا التربيع اللي هون وتفكوا التربيع اللي هون وتجمعوهم مع بعض وبطلع معي قيمة. اشياء بسيطة. الان بدنا نفوت على الدومين والرينج. الان نبلش نحكي بشكل جدي بشكل جدي عن الدومين والرينج. بدي تعرفوا شغلة من هذول السطرين، انه الدومين هو المحور، بنجيبه من المحور السيني والرينج بنجيبه من المحور الصادي. هاي بطلكم مركزين عليها، الدومين بنجيبه من المحور السيني، الرينج بنجيبه من المحور الصادي، الدومين من المحور السيني، الرينج من المحور الصادي. تمام تمام. هاي الاشياء اللي بدي اياكم تعرفوها من السطرين هذول. طيب الان رح نبلش نحكي عن تايبس فانكشن، انواع الاقترانات. تايب اوف فانكشن انواع الاقترانات. تمام، عندنا ثمان انواع، عندنا ثمان انواع للاقترانات، وعندنا اقتران تاسع اللي هو بحكي لك مور فانكشن، اكثر من اقتران. يعني كل ظل الارقام الاقترانات اللي ظلوا هيك بحكي لك عنهم بشكل بسيط. اول اقتران عندنا شو هو؟ عنا الكونستانت فانكشن، عنا الاقتران الثابت. اول اقتران هو الاقتران الثابت، الكونستانت فانكشن، يعني اف الاكس بتساوي سي. طيب انا شو مطلوب مني اعرف من الاقتران الثابت؟ اول اشي مطلوب مني اعرف الدومين، مطلوب مني اعرف ثاني اشي الرينج، مطلوب مني اعرف كمان ايش؟ مطلوب مني اعرف ارسم. تمام، هذه الاشياء كل المطلوبة من الاقتران الثابت فقط. طيب الان احنا تتذكروا اخذنا انه اخذته بالتوجيهي انه اف الاكس شو هي؟ هي نفسها واي، صح ولا لا؟ اف الاكس هي نفسها واي بقاعدة السلسلة. كثير نبهكم بكون عليها استاذكم بالتوجيهي انه اف الاكس هي واي نفسها. طيب بما انه اف الاكس تساوي سي، اف الاكس بتساوي سي، اذا اف الاكس تساوي سي وتساوي تساوي واي وتساوي سي. طيب انا لو بدي ارسمها جرافيكلي على المقطع السيني والمقطع الصادي، وين بدي احط السي هاي؟ راح احطها على المقطع السيني ولا راح احطها على المقطع الصادي؟ اكيد اكيد لانها واي او اف الاكس راح احطها على المقطع الصادي مثلا هون. طيب بما اني حطيتها هون انا راح تقطع زي هيك ولا راح تقطع زي هيك؟ اكيد راح تقطع زي هيك حتى تمشي مع المحور السيني، حتى ايش؟ حتى تمشي مع المحور السيني. طيب الان الدومين ايش؟ بما انه هياتها زي هيك ماشي مع المحور السيني، وانا حكيت لك الدومين بناخذه من المحور السيني، اذا الدومين ايش؟ الدومين هو من السالب ما لا نهاية، الدومين للاقتران الثابت دائما من السالب ما لا نهاية الى الما لا نهاية، دائما الاقتران الثابت دائما الاقتران الثابت الدومين له من السالب ما لا نهاية الى الما لا نهاية. الرينج شو هو؟ الرينج اللي هو الاقتران، الرينج هو
حكينا الرينج بنجيبه من محور الصادي. من وين يعني من محور الصادي؟ هياته. اذا الرينج العدد نفسه، الرينج العدد نفسه. الان ارسم، كيف بدي ارسم على الجرافيكالي؟ اي رقم بس بحطه هون، مثلا حطينا الواحد برسم زي هيك. ناخذ اكزامبل عن الاقتران الثابت كونستانت فانكشن. اكزامبل بحكي لي هون اف الاكس بساوي مثلا 5. شو مطلوب مني؟ مطلوب مني اعرف الدومين. الدومين للكونستانت فانكشن هو من السالب ما لا نهاية الى ما لا نهاية. تمام تمام. الثاني اشي الرينج هو العدد نفسه 5. طيب ثالث اشي ارسم، ارسم على الجرافيكالي زي هيك. الان شو هي؟ هي 5 برسم على المحور الصادات 5 وبمد خط زي هيك. انت بتكون تم تم تم. هيك احنا بنكون خلصنا الكونستانت فانكشن، اول نوع، اول نوع من الايش، من الاقترانات. الان نحكي عن الاقتران الثاني واللي هو اللينير فانكشن، الاقتران الخطي او الاقتران من الدرجة الاولى. ثلاث اسماء: لينير فانكشن، اقتران خطي، اقتران من الدرجة الاولى. الثاني نوع من ثاني نوع اللي هو الاقتران الخطي. الاقتران الخطي، الاقتران الخطي انا شو مطلوب مني اعرف من الاقتران الخطي؟ مطلوب مني اعرف اول اشي الدومين، مطلوب مني اعرف الرينج، مطلوب مني اعرف كيف ارسم. في الدومين والرينج الاثنين بيساووا ار. الدومين والرينج للاقتران الخطي، للاقتران من الدرجة الاولى، لللينير فانكشن ار. تمام تمام. كيف شكله الصيغة العامة للاقتران الخطي؟ اف الاكس بتساوي ايه اكس اس واحد اللي هي ده اقتران من الدرجة الأولى زائد ب زائد ب. تمام تمام. الآن بدي أتعلم كيف أرسمه. إله طريقتين للرسم أو شكلين بالرسم، شو هم؟ هاي أول طريقة وهاي ثاني طريقة. تمام تمام. على إيش يعتمد؟ يعتمد على إيش؟ على إيه؟ على إيش يعتمد الرسم؟ يعتمد على إيه؟ إذا إيه أقل من صفر، إذا إيه أقل من صفر أو إيه اكبر من صفر. على ايش يعتمد؟ على ايش يعتمد الرسم؟ يعتمد على ايه؟ الرقم اللي مع الاكس، اذا العدد سالب او العدد موجب. تمام تمام. اذا العدد سالب كيف بتكون الرسم؟ بتكون الرسم هيك، بيكون الخط جاي هيك. تمام. بقطع المحور الثاني وبقطع المحور الثالث والرابع. اذا كان حكينا، لا سوري، هون اذا كان اقل من صفر، خلينا هون دقيقة، اقل هيك هون. تمام هيك وهيك صارت عندنا هون ايه اقل من صفر، ايه اقل من صفر، اذا بيكون عندي زي هيك. اذا كانت ايه اكبر من صفر ايش كيف بيكون عندي الرسم؟ بيكون عندي الرسم زي هيك، بقطع المحور الاول وبقطع المحور الرابع. تمام. هاي طريقتين للرسم. اذا اللينير فانكشن، الاقتران الخطي، اقتران من الدرجة الاولى، الدومين والرينج الو ار، والطريقة الثالثة والاشي الثالث الرسم بيعتمد على الصيغة العامة او على الايه اللي بتكون مع الاكس. اول اشي عندي يا بتكون هيك يا بتكون هيك. كيف؟ حسب ايه. اذا ايه اكبر من صفر بكون زي هيك، اذا ايه اقل من صفر بكون زي هيك. تمام تمام. وبما انه احنا ملاحظين انه اللينير فانكشن هو خط مستقيم، اللينير فانكشن هو خط مستقيم، اذا احنا عنا شغلة، عنا اشي اسمه معادلة الخط المستقيم، equation of the straight line. تمام، equation of the straight line، عنا معادلة الخط المستقيم التي تقطع نقطتين. طيب معادلة الخط المستقيم التي تقطع نقطتين، equation of the straight line. تمام، equation of the straight line. تمام تمام. شو هي معادلة الخط المستقيم؟ كلكم اكيد ذاكرينها، y ناقص y واحد بتساوي السلوب الميل في x ناقص x واحد. تمام، هاي هي معادلة الخط المستقيم. الميل كيف بدي اطلعه؟ من دلتا y على دلتا x. دلتا y شو يعني؟ يعني y اثنين ناقص y واحد على x اثنين ناقص x واحد. هيك بطلع السلوب. طيب من وين بدي اطلع؟ بكون هو معطيك نقطتين انت بتحددهم x واحد y واحد، وهون بتحددهم x اثنين y اثنين. تمام تمام. هاي هي معادلة الخط المستقيم، equation of the straight line، التي تمر بنقطتين.
طيب الآن أنا لو بدي لو بدي الآن أنا أحل المعادلة، أحل المثال هذا. Find the equation of the straight line، بحكي لك جد معادلة الخط المستقيم التي تمر بنقطة سالب 2 و 4 and q 1 وسالب 5. طيب أنا عندي نقطتين، بده معادلة الخط المستقيم، بكتب له معادلة الخط المستقيم اللي هي y ناقص y 1 بتساوي الميل في x ناقص x 1. معطيني هو نقطتين، أول نقطة معطيني سالب 2 و 4 ومعطيني 1 وسالب 5. تمام معطيني سالب 2 و 4 ومعطيني 1 وسالب 2. طيب هاي x 1 وهاي y 1 وهاي x 2 وهاي y 2. طيب الآن أنا عندي بناخذ y ناقص y 1 اللي هي الأربعة 4 بتساوي الميل خليه اللي هي x ناقص x 1 سالب السالب 2 زائد 2. تمام الميل، الميل كيف بدي أطلعه؟ حكينا دلتا y على دلتا x، y 2 شو هي؟ y 2 حكينا السالب 5 ناقص y 1 الأربعة على x 2 اللي هي الواحد ناقص سالب 2، هذول بتصير موجب. شو بطلع معي الجواب؟ سالب 9 على 3. شو بطلع معي؟ إذن الميل هو سالب 3، هون بتكون عندي سالب 3. طبعا ما راح يجيب لك بالخيارات هاد، لا راح لازم بيجيب لك y تساوي. اذا انت شو بدك تعمل؟ بدك تدخل هاي هون وتدخل هاي هون، بعدين تجمع 4 للطرفين وبتصير y تساوي، حتى لانه هيك بيجيبها الدكتور عصام. طيب انا عندي اشي اسمه الصورة القياسية او الصيغة القياسية. الصورة القياسية والصيغة القياسية للمعادلة او المتباينة انه دائما لازم يكون الطرف الايمن يساوي صفر. لازم، شو حكينا بحل المتباينات؟ اول خطوة انقل كل اشي على اليمين انقله على اليسار حتى يصير الطرف الايمن صفر. طيب الان انا عندي شغلة اسمها اكس انترسبت واي انترسبت، اكس انترسبت واي انترسبت. طيب شو يعني x intercept وشو يعني y intercept؟ عندما يكون كاتب لك بالسؤال x intercept، شو يعني x intercept؟ يعني y بتساوي صفر. ولما يكون كاتب لك y intercept، شو يعني؟ يعني x بتساوي صفر. دائما x intercept يعني y بتساوي صفر، y intercept يعني x تساوي صفر، x intercept يعني y تساوي صفر، y intercept يعني x تساوي صفر. هاي بدك يضلك حافظها وضلك تضلها براسك. الآن أنا عندي بالإكزامبل هذا شو حكي لي؟ find the x intercept and y intercept and the slope. معطيك أنا هذول homework، بيضلوا homework، أي حد بواجه مشكلة فيهم بيحكي ببعث على جروب التليجرام أول ما بده. خلينا نحل هذا المثال. أول إشي عندي إيه شو هي؟ 3x زائد 4y بتساوي 12. الآن أنا عندي المعادلة هاي شو طالب مني؟ طالب مني x intercept. x intercept شو يعني؟ يعني y بتساوي صفر. لما y بتساوي صفر شو يعني؟ هاي y بتصير 3x زائد 12، إذا x شو بتساوي؟ بتساوي 4. طالب مني شو كمان؟ طالب مني y intercept. y intercept شو يعني؟ يعني x بتساوي صفر. x بتساوي صفر شو يعني؟ يعني 4y تساوي 12، يعني y شو بتساوي؟ y بتساوي 3. الآن أنا صار عندي هاي نقطة وصار عندي هاي نقطة. طيب الآن أنا شو بدي؟ بده السلوب، بده الميل، بيساوي الميل ويساوي دلتا y على دلتا x. هاي النقطة شو هي؟ هاي النقطة هي هاي النقطة وهي نقطة وهي النقطة الثانية. هاي النقطة هياتها هون اللي هي y صفر و x 4، والنقطة الثانية y 3 و x 0. هاي x 1 y 1 x 2 y 2، بعوضهم هون وبطلع معي السلوب. تمام. الآن أنا عندي المثال هاد، عندي المثال هاد اللي هو حلينا، حكينا linear function شرحنا عنه، بعدين حكينا عن the equation the straight line معادلة الخط المستقيم وأخذنا مثال عنها. الآن نأخذ مثال عن the linear function اللي هو f x بيساوي 3x زائد 6. شو طالب مني؟ طالب مني الدومين. الدومين حكينا بال linear function بيساوي r، الرينج حكينا
باللينير فانكشن بيساوي ار. شو طالب مني؟ طالب مني ارسم زي ما حكينا الدومين ار والرينج ار. طالب مني البي المطلب الثاني ارسم. انا كيف بدي ارسم اللينير فانكشن؟ عن طريق بعمل جدول اكس واي، باخذ نقطة الاصل لما اكس تساوي صفر واي بتساوي صفر. لما اكس بتساوي صفر يعني واي بتساوي ستة، ولما واي بتساوي ستة يعني اكس بتساوي سالب اثنين. برسم الان انا عندي هون هذا الخط الجرافيك اللي هون مقطع سين ومقطع صادي، صفر اكس صفر واي ستة، سالب اثنين اكس صفر سالب اثنين اكس واي صفر. الان انا بكون عندي هيك هذا الخط. طيب انا بما انه جاي زي هيك، اذا ايش بدها تكون عندي شو اسمها، ايش بدها تكون عندي يعني ايه بدها تكون اكبر من صفر ولا ايه اقل من صفر؟ اكيد ايه بدها تكون اكبر من صفر، هياتها اكبر من صفر اذا حلنا تمام التمام. طيب لو اجت زي هيك بكون خطا، اكيد حلنا بالرسم. تمام، شو كمان طالب مني؟ طالب مني جد اكس انترسبت واي انترسبت. طيب واي انتر اكس انترسبت شو يعني؟ يعني واي بتساوي صفر. لما واي بتساوي صفر حكينا اكس، لما اكس شو بتساوي؟ اكس بتساوي سالب اثنين. طيب ولما واي انترسبت، لما اكس ايش يعني واي انترسبت؟ يعني انترسبت يعني اكس شو بتساوي؟ صفر. وبما انه اكس تساوي صفر يعني واي شو بتساوي؟ بتساوي ستة. بنعوضهم هون، طلعنا اكس انترسبت وطلعنا واي انترسبت. الان بحكي لي حل اف الاكس اذا كانت اكبر من صفر. طيب اف الاكس هياتها ثلاث اكس زائد ستة، بده اياها لما تكون اكبر من صفر. اذا انا ايش صارت عندي؟ متباينة على الخطوات اللي انا حكيتهم. انقل ما في اشي انقله، اثنين بسط ما في اشي ابسطه، ثلاث حول لمعادلة، هاي حولناها لمعادلة. رابع اشي شو؟ طلع لي قيم اكس، اكس شو بتساوي؟ سالب اثنين. خامس اشي ارسم، اعتمادا على مين؟ اعتمادا على الخطوة اربعة واعتمادا على الخطوة اثنين، هاي الخطوة الخامسة. طيب كيف وين ارسم؟ ارسم على خط الاعداد. ايش بدي استفيد من خطوة اربعة؟ انه معطيني قيم اكس سالب اثنين. ايش بدي استفيد من خطوة اثنين؟ اني بدي ادرس الاشارة، هون باخذ سالب واحد وهون باخذ سالب ثلاث، عوض السالب واحد هون، سالب ثلاث زائد ستة، اذا هون عندي موجب. وهون سالب ثلاث، سالب تسعة زائد ستة بعطيني سالب. تمام التمام. الان الخط لهون ولا لهون؟ بده اكبر من صفر، اذا بده الاعداد الموجبة، يعني الخط بده يكون لهون. طيب مغلق ولا مفتوح؟ ايش معطيني؟ اكبر من صفر فقط، اذا ايش بده يكون عندي هون؟ مفتوح. تمام، شو بده يكون منطقة الحل؟ شو بدها تكون؟ منطقة الحل بدها تكون من سالب اثنين الى المالا نهاية. تمام تمام، ليش حطيه المالا نهاية مفتوح والسالب اثنين مفتوح؟ لانه انا عندي هون ما عندي مساواة. هيك احنا بنكون خلصنا اللينير فانكشن والكونستانت فانكشن، الاقتران الثابت والاقتران الخطي. طيب الان بدنا نرجع على المتباينات عشان نحلهم بطريقة جرافيكالي على المقطع السيني والمقطع الصادي. تمام تمام، حاط لكم مثالين. الان بدنا ناخذ هذا الاصعب لانه هذا في متباينتين وبيناتهم اند، هذا سهل ما في اي شيء، اللي هي المثال الثاني اللي هو بحكي لك اكس، لا وين راح؟ اكس اكبر من واي اند اكس ناقص واي اقل من واحد. الان انا معطيني المثال هذا بحكي لك حل المتباينة هاي جرافيكالي. اند شو يعني؟ اند يعني تقاطع، يعني قيم مشتركة. تمام تمام. طيب لما يكون عندي متباينتين زي هيك فيها يونيون او فيها تقاطع ايش يعني؟ يعني ايش بدي اعمل؟ بعمل كل وحدة لحال. اول اشي واي، شو خطواتها؟ انقل اكس ناقص واي اكبر من صفر، بسط ما في اشي ابسطه، حول لمعادلة بتساوي صفر. خطوة الرابعة طلع لي قيم اكس، اكس بتساوي واي. الخطوة الخامسة ارسم، وين ارسم؟ ارسم على خط الاعداء. وين؟ قبل ما نرسم، لانه بدي اياها ايش؟ بدي اياها جرافيكالي، بدي اياها جرافيكالي، ما برسم على خط الاعداد، بعمل جدول، هي اكس وهي واي. طيب الان اكس بتساوي واحد، خلينا نحكي هون لما اكس تساوي واحد واي بتساوي واحد اثنين اثنين. هيك احنا بنكون خلصنا هاي المتباينة هاي. طيب المتباين الثاني اللي هي اكس ناقص واي اقل من صفر، اقل من واحد. اول اشي شو بده؟ اول خطوة شو هي؟ حول انقل اليمين لليسار، اكس ناقص واي ناقص واحد اقل من صفر. تمام تمام. الخطوة الثانية ايش؟ بسط ما في شيء ابسطه.
الخطوة الثالثة طلع حول المتباينة إلى معادلة، ناقص واي ناقص واحد بتساوي صفر. الخطوة الرابعة شو هي؟ الخطوة الرابعة هي طلع قيم اكس، اكس شو بتساوي؟ واي زائد واحد. الخطوة الخامسة ارسم، كيف بدي ارسم؟ على الجدول اكس واي، ناخذ ثلاث ارقام، ناخذ مثلا صفر واحد اثنين. لما اكس بتساوي صفر واي شو بتساوي؟ سالب واحد. لما اكس بتساوي واحد واي شو بتساوي؟ صفر. لما اكس بتساوي اثنين واي شو بتساوي؟ لما اكس بتساوي اثنين واي بتساوي واحد. الان عندي هذا الجدول وهذا الجدول، بدي ارسم. هذا الجدول بحكي لي اكس واحد وواي واحد، اكس اثنين واي اثنين، هياته تمام. هذا بالنسبة للجدول الاول. الجدول الثاني اكس صفر واي سالب واحد، اكس واحد واي صفر، اكس اثنين واي واحد، هياته. طيب الان انا اخذ هاي منطقة الحل هاي وهاي، ولا اخذ منطقة الحل هاي؟ اياها اكيد رح اخذ، اضل اللي بالنص، رح اخذ منطقة الحل اللي بالنص. ليش؟ لانه انا عندي بالسؤال ايش طالب مني؟ طالب مني اند، طالب مني تقاطع، طالب مني قيم مشتركة. ايش القيم المشتركة؟ اللي بتكون هون. الان هيك بنكون تعلمنا كيف نعمل المتباينات بشكل عادي على خط الاعداد، وكيف نرسمها جرافيكلي على المقطع السيني والصادي. الان رح نحكي عن اخر موضوع شو اسمه بالبارت هذا، وهو النوع الثالث من الاقترانات، وهو الاقتران التربيعي. تمام، الاقتران التربيعي، الاقتران من الدرجة الثانية. تمام، اقتران من الدرجة الثانية. طيب لما نحكي عن اقتران من الدرجة الثانية، احنا هيك بنكون رح يطلع معنا بالرسم قطع مكافئ، رح يطلع معنا بالرسم قطع مكافئ. خلينا نعرف شو هو الصيغة العامة او الصورة العامة للاقتران التربيعي. الصورة العامة للاقتران التربيعي هي f الx بتساوي a x تربيع زائد b x زائد c. هاي هي الصورة العامة للاقتران التربيعي. ايش بدي انا من الاقتران التربيعي؟ بدي اعرف بالاقتران التربيعي اول اشي كيف اطلع الدومين، ثاني اشي كيف اطلع الرينج، ثالث اشي كيف ارسم. الدومين مريحنا بالاقتران التربيعي، الدومين هو الايش؟ الدومين هو r. تمام، الرينج لا، الرينج راح نشرحه هون وبعدين نتعلم كيف نرسم. الرينج شو هو؟ الرينج للاقتران التربيعي بيطلع معنا زي هيك. ركز معي الله يرضى عليك. الاقتران التربيعي، الرينج للاقتران التربيعي بكون معي بيعتمد، خلينا نكتب الصورة العامة هون، f x بتساوي a x تربيع زائد b x زائد c. تمام بيعتمد اذا a اقل من صفر او a اكبر من صفر. تمام اذا a اقل من صفر او a اكبر من صفر، اذا a اقل من صفر او a اكبر من صفر هذا الرينج. اذا كان الرينج، اذا كانت a اقل من صفر يعني كانت سالب x تربيع، سالب 2 x تربيع وهكذا، ايش بكون عندي الرينج؟ بكون عندي الرينج من السالب ما لا نهاية الى f السالب b على 2 a، هون مغلقة وعند السالب ما لا نهاية مفتوح. اذا ال a اكبر من صفر يعني كانت x تربيع 2 اكس تربيع وهكذا، ايش بكون عندي الرينج؟ بكون عندي الرينج اللهم صل على سيدنا محمد، اف السالب بي على 2 اي الى ايش؟ الى المالانهاية، المالانهاية مفتوح والسالب بي على 2 اي مغلق. تمام هاي الرينج عندي له شكلين، حسب ايه؟ اذا اي اقل من صفر او اي اكبر من صفر. الدومين بالاقتران التربيعي شو هو؟ ار. تمام طيب عندي شغلة كمان اللي هي نقطة الرأس، بالاقتران التربيعي الفيرتكس. تمام الفيرتكس كيف بطلعها؟ الفيرتكس اللي هي سالب بي على 2 اي فاصلة اف السالب بي على 2 اي. طب هون ما فيش مغلق وهون مغلق لانه هاي نقطة مش فترة، بالنقطة ما في مغلق، بالنقطة دائما أقواس عادية. طيب تعلمنا كيف نطلع الدومين وتعلمنا كيف نطلع الرينج، الآن نتعلم كيف نرسم.
الرسم له شكلين برضه، هذا شكل وهذا شكل. إذا كان الرأس لفوق هيك بكون هاي قطع مكافي، إذا كان الرأس لفوق أو إذا كان الرأس لتحت. متى بكون معي الرأس لفوق؟ إذا كانت A أقل من صفر، لفوق الرأس ونازل لتحت القطع المكافئ إذا كانت A أقل من صفر. إذا كان الرأس لتحت والقطع طالع لفوق بتكون A أكبر من صفر، يعني بتكون X تربيع 2X تربيع، المهم X إشارتها موجبة. إذا كان الرأس لفوق والقطع نازل لتحت بتكون A أقل من صفر، يعني سالب X تربيع سالب 2 اكس تربيع، المهم بتكون انه اشارة اكس مالها سالبة. تمام تمام، هذا بالنسبة للقطع المكافئ. هيك احنا بنكون خلصنا على ايش؟ الاقتران التربيعي او القطع المكافئ. تمام تمام. طيب الان نيجي نلخص اللي درسناه قبل ما ناخذ اخر مثال على الاقتران التربيعي. ايش اخذنا احنا؟ اخذنا الاقتران، ايش اخذنا؟ اخذنا الاقتران الثابت، واخذنا ايش كمان؟ واخذنا الخطي، واخذنا ايش؟ ايش كمان ذكروني؟ واخذنا الاقتران التربيعي. هذول كلهم الدومين الهم ايش؟ الدومين الهم بيساوي r. الثابت ممكن يجيب لك اياه زيك، سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه. تمام. الدومين الهم ايش؟ الدومين الهم ار. هذول الثلاث انواع من الاقترانات الدومين الهم ار. طيب الان نحكي عن الرينج. الرينج للاقتران الثابت شو هو؟ الرقم نفسه. الدومين لللينير ار، الرينج لللينير ار. التربيع الرينج له ايش؟ بيعتمد على اشارة ايه. اذا ايه اكبر من صفر بيكون الرينج له اف السالب بي على 2 a من لا ما لا نهايه، او اذا ال a اقل من صفر بيكون عندي من السالب ما لا نهايه الى f السالب b على 2 a. تمام تمام، هذا هو الدومين والرينج لكل وحده من الثلاث اقترانات اللي اخذناهم اليوم. هياتوا هون اللي بحب يكتبهم شيء يعني زي تلخيص. تمام تمام. طيب الآن شو ضل علينا؟ ضل أحكي لكم بس بدي شو تعدلوا هون. ثواني. بالصفحة هاي بدي تعدلوا أي صفر هون بدي تحطوه 2 A، هو مش 20 هي 2 A. تمام بس عشان وورد. وهون هاي المالانهاية مفتوحة وهون إيش بتحطوا لها؟ مغلقة. تمام تمام. الآن رح ناخذ مثال عن الاقتران التربيعي وهيك بنكون خلصنا أول بارت. هذا المثال عنا بحكي لنا f الx بتساوي 4x ناقص x تربيع. تمام. أول إشي إيش طالب مني؟ هياتوا المثال. أول إشي إيش طالب مني؟ حدد الدومين والرينج. الدومين عندي حكينا للاقتران التربيعي بيساوي r. الرينج حكينا حسب ايه للاقتران التربيعي، ايه اكبر من صفر او ايه اقل من صفر. عنا ايه ايش هون؟ سالبي اقل من صفر. اذا ايش بده يكون يساوي؟ سالب ما لا نهاي الى اف السالب بي اللي هي سالب 4 على 2 ايه، 2 في سالب 1 سالب 2، هاي كلها هيك سالبة. طيب اف سالب 4 على سالب 2 بتصير عندي من سالب ما لا نهاي الى اف ل 2. اف الاثنين الاثنين شو هي اف الاثنين؟ هون بعوضها 8 ناقص 4 بيكون عند الرينج من السالب ما لا نهاية الى الاربعة. تمام الى الاربعة. هيك بكون انا طلعت الرينج. شو كمان طالب مني؟ طالب مني الفيرتكس، الرأس. الفيرتكس شو هو؟ حكينا من السالب بي على 2 ايه الى اف السالب بي على 2 ايه، مش الى و. طيب الان سالب بي على 2 ايه شو حكينا؟ طلعت معنا سالب 2، طلعت معنا 2. اف السالب بي على 2 ايه طلعت معنا 4. هاي هي نقطة الرأس. شو حكي لي كمان؟ بحكي لي جد، حكي لي كمان جد الاكس انترسبت وجد الواي انترسبت. اكس انترسبت شو يعني؟ يعني واي، اكس انترسبت يعني واي بتساوي
صفر، يعني لما واي بتساوي صفر اكس شو بتساوي؟ اكس بتساوي 4. تمام؟ تمام. طيب لما واي بحكي لي واي انترسبت، واي انترسبت شو يعني؟ يعني اكس بتساوي صفر، لما اكس بتساوي صفر واي شو بساوي؟ واي بتساوي صفر. تمام؟ تمام هيك؟ تمام. شو طالب مني؟ بحكي لي ارسم اف الاكس. كيف بدي ارسم اف الاكس جرافيكلي على الجدول؟ اكس واي، خلينا ناخذ الارقام هاي مثلا 1 2 0 1 2 3 3 4. خلينا ناخذ الارقام هاي، لما اكس بتساوي 0 واي بتساوي 0، لما اكس بتساوي 1 واي بتساوي 3، لما اكس بتساوي 3، لما اكس بتساوي 3 عندي هون بصير عندي 12 ناقص 9 ناقص 9 بصير عندي هون 3 برضه، لما واي بتساوي 4، لما واي لما اكس بتساوي 4 وهي هيك بصير عندي 16 لما ايش حكينا احنا؟ لما اكس بتساوي 4 عندي هون 4 ب 4 16 ناقص 16 4 تربيع، ايش بيطلع عندي الجواب؟ ايش بيطلع عندي الجواب؟ بيطلع عندي الجواب صفر. هون هذول لما انا بدي امثلهم بيطلع معي، راح يطلع معي هيك ولا راح يطلع معي هيك؟ اكيد اكيد راح يطلع معي هيك. ليش؟ لانه انا عندي اشارة الاكس تربيع سالبة. تمام؟ تمام. وهيك بنكون خلصنا اول بارت. طبعا انا عملت محاضرتين للبارت هذا بس كونوا فيه طلاب كثير ما حضروا عملت الفيديو هذا لكم. الله يعطيكم العافية، وان شاء الله يكون البارت فهمتوه. اي سؤال بدكم اياه بتسألوني عنه على جروب التليجرام، بتسألوني عنه على جروب الفيسبوك، بتقدروا تبعثولي وتسألوني برضه. يا ريت الاشياء اللي بنزلها زي لما انزل فورمات او اشي زي هيك اتعبوها. شو كمان؟ وان شاء الله المادة راح تكون سهلة وما راح اقصر معكم باشي، والله يعطيكم العافية يا رب.